بدل ما ترميها ولعي فيها وارتاحي من اكبر مشكله ممكن تواجهك في الشتاء، ووفري وقتك وفلوسك ومجهودك. تعالوا النهارده نعمل مبخره بدون بخور او فحم، تخلي ريحه البيت جميله، وكمان في نفس الوقت هتقدرنا على كل الحشرات اللي موجوده. قبل ما نبدا الفيديو فضلا وليس امرا، ما تنسوش اللايك والاشتراك بقناتي مطبخ شيري ايزي اند كوك. كلنا عارفين ان البيت في الشتاء دايما بتكون ريحته اكل وطبيخ، وبتبقى الشبابيك مقفوله بالليل خصوصا بعد الاكل اخر النهار، الواحد ما بيعرفش يفتح يهوى علشان خاطر الدنيا بتبقى ساقعه وكده. فالفكره بتاعت النهارده حلوه قوي للناس، يعني لو حد داخل كده عليكي من بره يشم ريحه جميله قوي ومش هيصدق ان دي حاجه كده من جوه بيتك من غير ما تدفعي فيها اي فلوس خالص. هتجيبي كده برتقانه او استفنديه، دي المهم هتكون القشره عندك زي الطبق كده بالمنظر ده. هتحاولي تخلي البرتقانه او الاستفندي زي ما انت شايفه كده، وبعد ما تخرميها اساسي تخرميها علشان الاكسجين يوصلها، عشان تفضل النار جواها شغاله لحد ايه ما تخلص كل الحاجات اللي جوه. هنحط شويه من زيت القرنفل يا جماعه، لان ده هو اللي هيموت لنا الحشرات او الهاموش اللي يكون موجود في المطبخ. ده بيطلع من البلاعه يعني او من الحوض خصوصا وقت الشتاء، علشان احنا بنستخدمش فيه المايه كتير بالليل. وطبعا علشان الزيت غلي فمش هينفع ان احنا نحط شويه زيت في الاستفندي. فقمت جايبه كده حته، جبت منديل وبدات ان انا احط عليه فازلين كده، غطسته في الفازلين وعملت كور صغيره وحطيته، ده بيكون بدل الفحم. ابتدى بقى ان انا احط البخور بقى، وده علشان ايه يطرد لنا الطاقه السلبيه من البيت ويدينا كمان ريحه حلوه. حطيت ورق لوري وقرنفل وحته صغيره من القرفه، وزودي بقى اللي انت عايزاه. عايزه تحطي بخور بقى وتبخري بيه البيت مفيش اي مشكله. كمان حطيت كمان رشه من حبه البركه، بحب دايما ابخر باللبان الدكر. حطيت كمان شويه وولعي بقى فيها كده بالمنظر ده، تشتغل معاكي على طول، لان الفازلين هنا في المنديل هيشتغل مكان الفحم. بجد تحفه، وتبخري بقى بيها البيت الاول، وبعد كده تحطيها في اوضه مقفوله، هتعمل لك ريحه حلوه قوي 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 في الاوضه خصوصا بالليل لو انت حطاها في اوضه النوم. وفي المطبخ هتطرد لك كل الحشرات الموجوده في المطبخ، ولو فيها موش صغير اللي بيبقى طالع من الموز ده هيموتولك ويقضي عليه. وبكده نكون وفرنا فلوسنا، وكمان عملنا حاجات من جوه البيت بدل ما نرميها في الزباله، استفدنا منها الاول. ورب تكون الفكره بتاعت النهارده عجبتكم، ما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب للقناه وتفعيل زر الجرس علشان يوصلكم مني اشعار بكل جديد. اشوفكم الفيديو القادم على خير، اسيبكم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم.